Wow. الامريكان شبيهم يتشكيو خاطر جاتهم الفيرسيون في 5 جي بلاش يكوتيريت اي بيك احنا سوقنا عليهم صح كي اللحظه الحاسمه Synchronizing. فيديو بعنوان جربت أغلى تليفون في كتونس. كنت تشوفه في تجربة فتح صندوق The Samsung Galaxy Z Fold Mark II. تليفون ب 7200 دينار لمن استطاع إليه سبيلا. ما نخبيش عليكم سامسونج استدعوني المقر متاعهم شهر ونص التالي وكانت لي تجربة تاع بضع دقائق مع التليفون هذايا كانت سرية ما عنديش الحق نقول اليوم موجود اصلا ما صارش الاعلان عليه في العالم كامل وسامسونج اكسبيرينس ستور سوسا مشكورين استدعوني جمع التالي باش نعمل الانبوكسنج هذايا ف كنت تشوفه في التجربة لكن ما حبيتش نكتفي ونوقف غادي فيديو هكا شايحة حرفي ما يجيش ف على الاقل نجاوب على سؤال مهم برشا علاش تليفونات هذوما موجودين هالنوع هذايا هالفولد والفليب ويعني انطباعات سريعه بعد تجربه ساعه مع التليفون هذايا فيا خلينا نبداو باش نفهموا علاش موجودين تليفونات تتوازن نجاوبوا على سؤال بسيط علاش التكنولوجيا موجوده والاجابه سهله برشا الاستجابه لحاجات معينه والا لحلول مشاكل فالتليفون هذايا يتجه في الزوزة ذوما لأنه من جهة كما تعرفوا التليفونات تمشي وتكبر نحبوا نستهلكوا محتوى فنحبوا شاشة أكبر لكن المشكلة هو أنه التليفون مشي ولي حجمه كبير التليفون هذايا يجي في حجم معقول لأنه كي يتحل يولي تابلت فهنا يستجيب الاحتياج معين ويحل مشكلة الحجم وبيناتنا سوق التليفونات ولا ممل برشا التليفونات كل تخرج شبه لبعضها ف أكيد أنه أي حد يحب التكنولوجيا متحمس الحاجات كيما هكيكا لأنه عنا مديدة على تطوير خيالي ولا next level في عالم التليفونات يعني سامسونج خذت برشا وقت باش نجمت توصلنا الحل هذا اللي هو فيه زوز اختراعات ولا زوز تطويرات تحفونا أولا الشاشة التتدوي والحاجة الثانية هي الشارنيرة والهنج صفيحة حاجة اللي تخليه يتتوي إذا باش نبدأ بتجربة التصميم فإنه هنا عنا تحفة فنية رائعة تفكرني في النوت 20 ألترا حاجة ياسر مخدومة أقوى ديزاين موجود أقوى مسكة أقوى تليفون شديد في حياتي يعني وهي عجبني برشا التليفون دونك تحط في الجيب جو بي سلام باش نقطع سلام عليك بشوية دي مازلنا نحب نخلي علاقتي بيه ماش معلومة خاطر على قريب شي بحثوا لي التليفون هذا فور شادوينج يلا نكملوا لكن في نفس الوقت
تحس اللي هما زوز تليفونات فوق بعضهم، السمك أكثر من 1 سنتي، الوزن ثقيل شوية التليفون، لكن بعد 4 ساعة تتعود عليه. علاش؟ لأنه سامسونج كانت قادرة أنه توزع الوزن على كامل الجسم، وهذا يخلي التليفون متوازن. وبطبيعة تليفون كيما هكا مانيش نتفاجأ كي نلقى فيه أقوى المواصفات اللي تلقاهم في سمارت فون. تلقاه الكوالكوم سناب دراجون 850 بلس، أقوى معالج موجود في الأندرويد، 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مساحة تخزين، نسخة 512 جيجا بايت مش موجودة في تونس. بالنسبة للشاشات فإنك تلقى أفضل معطات السامسونج، شاشة خارجية 6.2 إنش سوبر أموليد 2260 على 816 بيكسل، شاشة داخلية 7.6 ديناميك أموليد 2208 على 1768، تدعم 120 هرتز أدابتيف للحفاظ على الطاقة، والـ HDR10 Plus أقوى تكنولوجيا بعد الدولبي فيجن أظن. أما يعني كمشاهدة الفيديوهات ماكش تلقى خير من هكا، يعني شاشات من طراز عالي وأفضل ما قدمت السامسونج. به مش نحكي شوية عن نظام الكاميرا. هنا عنا نظام كاميرا أساسي في 3 كاميرات، زاوية عادية، زاوية واسعة وزوم، وثلاثة 12 ميجا بيكسل. نحكي بعد على سنسورز في نفس الوقت، ده عنا زوز سيلفيات، كل شاشة فيها سيلفي 10 ميجا بيكسل. بالنسبة للبطارية عنا 4500 ميلي أمب أور، تدعم شحن سلكي سريع 25 واط، 11 واط الشحن اللاسلكي. بصفة عامة حاس ما شفت أداء يعني سلس على الأخر، بفضل الشاشة بفضل المعالج. يعني إذا مش تلعب وفازيت هذوكم أكيد باش تاخذ أقوى إكسبيرينس. بالنسبة للأداء نتاع الكاميراوات، حسب ما لاحظت فإنه كاميرا السيلفي الخارجية ظهرت لي طايحة شوية، لكن هذا ما يمنعش تنجم تقلب التليفون وتنجم تعمل سيلفي بالكاميرا الأساسية. الكاميرا السيلفي القدامية ممتازة، ونظام الكاميرا الأساسي شكلا يفكرني بالنوت 20 العادي، وحتى كإمكانيات. الفرق هو أنه النوت 20 فيه 64 ميجا بيكسل، لكن بالنسبة لينا كأداء أداء جيد يعني متاع كاميرا فلاكشيب. بصراحة فما تباين كبير في الشاشات، من برا عنا شاشة ماشية بالطول برشا، ومن داخل عنا شاشة قريبة للمربع. فالشاشة الخارجية قياساتها يخليوها 25 على 9 كأسبكت ريشيو، يعني احنا الشاشة العادية 16 على 9، حتى 20 على 9. فما نتصورهاش شاشة مناسبة لاستهلاك محتوى ماشي تاع فرجة في الفيديوهات، نتصورها حتى تاع باش تكتب حاجة. ليه؟ لأنه الكيبورد باش يكون كومبرست على الاخر. راها شاشة مناسبة للسكرول، يعني إذا إنستغرام فيسبوك فإنها توريك أكثر محتوى بالطول. إذا باش تمشي لحاجة أصعب مولتي تاسكينج فإنك تفتح شاشة اللي بعد. شاشة اللي بعد ممتازة جدا في الاستخدامات المتعددة، يعني مولتي تاسكينج، تنجم تحل 4 تطبيقات في نفس الوقت، تنجم تعملهم فلوتينج يحوسوا، تنجم تاخذ من فايل حاجة وتطيشها في الفايل من الشيرة الأخرى، حاجة ياسر طيارة. لكن مش ما ننساش فما زوز سماعات خشين ياسر في التليفون هذا. آخر حاجة هي السوفتوير الوان يو آي، هنا مازال يزمو شوية خدمة. الواجهة تستحق أكثر شغل باش تولي يعني مناسبة وتركب على شاشة يعني نوعا ما مربعة. في نفس الوقت زادة فما تطبيقات مازالت ما تدعمش هالأسبكت ريشيو هذايا، يعني هالتابلت. فأكثر خدمة من المطورين والواجهة نتصور المستقبل سيكون باهر. نتمنى أنه الجيل الثالث يولي بستايلس، لكن نعرفوا أنه الشاشات الزدوية لا تدعم ستايلس، لأنه فما طبقة معينة هي اللي تخلي ستايلس يخدم. فالله أعلم جيل الثالث جيل الرابع. أنا متشوق على الأخر لتليفون فولد من سامسونج بستايلس. في الختام أنا سعيد جدا بتجربة الفولد 2، لكن في نفس الوقت حسيت بهكا فقدت شوية ثقة في النفس، لأنه بصراحة عندي عام في التيك، ما زلت جديد، ما زلت مبتدئ نوعا ما، وأني نجرب حاجة تقنية وخارقة العادة، حاجة بعيدة برشا. نتصور ممكن التقنيين أخرين عندهم خبرة 4-5 سنين 10 سنين ممكن يعطيوا رأيهم خير مني أنا برشا، لكن على كل حال هو اللي زاد شجعني أكثر باش نتعلم ونحسن من روحي، باش في الجيل الثالث والرابع نلقى ما نحكي أكثر على التليفون كيما هكيك. إن شاء الله الفيديو تكون عجبتكم، نتقابلوا مرة جاية. باي باي.